برضه ما بيردش. طب والحل ايه؟ الحل بقى ان احنا نبات في اي حته لحد الصبح ونجيب حد يغير كلون الباب. نبات فين يا بنتي؟ هو في حد هيبقى فاتح دلوقتي؟ وبعدين نجيب مين يغير الكلون؟ هو في نجار هيبقى صاحي؟ ماما انت سبب في كل ده، ما كنا استنينا للصبح يعني. يا بنتي لو كنت استنيت للصبح كان ابوكي مش هيرضى يجي يسكن معانا هنا، وكان هيقول لا ويحلف علينا مليون يمين. ماما بصراحه هو كده عنده حق، يعني ايه اللي خلينا نسيب بيتنا ونيجي نقعد هنا في اخر الدنيا؟ هنا يا بنتي الناس الشيك، الناس الغنيه، الناس المرتاحه، هنا بقى تقدري تستلقطي لك عريس مقرش. استلقط ومقرش؟ ايه ماما الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ ايه في كلامي في حاجه غلط؟ ايه يا ماما؟ انت شفتي يا بنت الواد المقرش اللي جوه ما شالش عينه من عليكي؟ عادي على فكره بتحصل لي كتير. طب شفتي ابوه؟ كان هياكلني بعينيه كده. عادي برضه يا ماما بتحصل لك كتير. بس المره دي مختلف. ماما جسمي اشعر. ماما اصل بقالي مده ما اشعرتش. نهار ابيض عليا وعلى سنيني. دي عواطف مش ملكي. تعالي هجيب لك حاجة حلوة. تعالي ادخل جوه. ادخل. طب تعالي ندخل جوه انا وانتي. ليه؟ بصي 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 نقعد جوه لوحدينا. تعالي. انت مجنون؟ مش مجنون ولا حاجة. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ امي نايمة على سلم؟ لا يا جميلة لا مش هقدر اشوف الصورة المفزعة دي. لا لا صحيها من قدامي دلوقتي. صحيها من قدامي دلوقتي. صوتي صوتك مش هينفع. طب خش جوه خش جوه. مش هينفع يا جميلة ما بحبش اشوف المنظر دي. يلا 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 مش صحيح. هينفع يا اكمل معلش يعني لحسن نضايق الست الوالده ولا حاجه. لا ماما تتضايق. مش هينفع ماما تضايق اي حد. بصي تصدقي ان ماما هي اللي بعتني؟ هي اللي بعتني وقالت لي روح يا اكمل روح يا ابني شوف شوف جيراننا شوف جيراننا احسن يكونوا نايمين على السلم. يا اكمل وراحت قعدت تعيط كده. شوفي دي تعرفي ده ايه ده؟ ده ايه؟ ده قلب توقع الام. قلب ايه؟ توقع. يلا يا جميله بقى يلا. مش هينفع مش هينفع. خلاص يلا نروح نجيب ايس كريم ولا ماشي. ايس كريم ايه انت دلوقتي بس بقى؟ انت في ايه كل حاجه رافضاها كده؟ انت بتحب الرياضه شكلك كده. طبعا بحب الرياضه. اصل اليونيفورم برضو يعني. يونيفورم؟ طقم برشلونه؟ برشلونه ويونيفورم؟ اصل حلو قوي عاجبني جدا. شكرا. اصل انا برضو بحب يعني من هواياتي المفضله انا الرياضه قوي بقى. بجد؟ بتلعب ايه؟ بلعب مصارعه. حرة. انت بتلعب مصارعة؟ بلعب مصارعة. مش باين خالص. ما انا قلت لهم هناك مش عايزهم يبان عليا علشان يعني ما اعملش مشاكل مع حد. بس صحابي قالوا لي ان عضلاتك متقسمة قوي على فكرة. والله حتى بصي. ايه ده؟ في ايه؟ لا التيشيرت بقى، التيشيرت لو بقى لو مش موجود التيشيرت. اقلع؟ انت ايه؟ اقلع؟ تقلع. ايه ايه؟ ده اللي هقلع لك عينيك دلوقتي يا بابا. انا قصدي اقلع جوه جوه. انا عندي ولاد يطلعوا في نص الليل يقولوا نقلع نقلع في اي مكان تقلع. قصدي بقى ما تخلص يا بابا. اوعى يكون زعلك او داسلك على طرف المدينه. لا يا عم. عمو انا عمال اقول لك يا سنيوره يا اموره وانت تقولي لي يا عمو. قولي لي يا حس حس كده انا حسين. جرى ايه يا حس؟ اخرس يا مجرم يا قليل الادب. يا رب تربيه يا كلب. معقوله؟ وانا قلت لك 100 مره القطط اللي بتولد على السلالم ديت مش تشالوها عشان اعرف نعدي؟ قطط ايه يا عمو؟ دي ماما. ماما؟ طب شنوها بدل ما بتوع الزباله يجي ياخدوها الصبح؟ زباله؟ معقوله؟ ماما تنام كده؟ شوفها. طيب يا بابا كده شوفها. يا هانم يا هانم تفطري ايه حضرتك؟ يا هانم ايه ده؟ حسين بيه داخل عليا اوضه النوم؟ يا ستي اوضه النوم ايه؟ امال ايه؟ انت نايم على السلم. خدي سلم ايه؟ اخد الدرجه اللي جنبك لو سمحتي لو هتنامي كده. لا الجيران يقولوا علينا ايه؟ طب لو سمحتي قولي ما ينفعش النوم بره كده. ما احنا هننام فين؟ في نصاص الليالي. السلم مات وانا. يا بنتي افهميني خش جوه عندنا. لا نضايق الهانم يا بيه. الهانم زعلانه وعماله تعيط وقبل ما تنام قالت لي بصوت مبحوح. مبحوح؟ ايوه مبحوح مبحوح. ماما صوتها مبحوح. ايوه هي تنبح بالليل. قالت لي يا حسين يا حسين انا خايف اكون زعلت الجيران دول وطردتهم. احسن يحصل لي حاجه قبل ما يطلع النهار وتقلعني هشوفهم. قومي لو سمحتي. بس مش هيبقى فيها مضايقه يا استاذ حسين. ولا مضايقه ولا لو ما قمتيش هقعد معاكي طول الليل نفضل نزحلق على الترابيزه. اتفضلي. لو ما كنتش تحلب بس. لا يا ماما طبعا ازاي يعني ندخل نبات جوه؟ قومي قومي. ما هنعمل ايه يا بنتي مضطرين. قومي ارجوك اتمليتي براغيت من السلم ده. قومي قومي. لا استني يا زي حزين
في ايه حضرتك؟ اصل مش النوم قصدي اعدل هدومي. اعدلي هدومك حضرتك، اعدلي. اوكي ما تكشفنيش كده بسرعه، انا ناقص اجيب لك بشكير حضرتك، انت تحت الحاف. معلش اكشفني واحده واحده. اتفضلي يا فندم، اتفضلي يا فندم، شيلي ده اتفضلي. ايدي كسوف. يلا هاتي ايدك حضرتك. ايه طب استنى شنطه ايدي. يلا يلا مش هينفع والله مش هينفع كده. يلا 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 حضرتك تعالي تعالي اتفضلي يا عم. طب ممكن ترجع لحفل الجيران؟ الجيران هم انا هيسالوا عليك. اتفضلي يا بنتي اتفضلي 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 يا حسن. انا خايفه اكون بتضايقك يا استاذ. خالص والله خالص. اتفضلي يا حسن اتفضلي يا حسن اتفضلي يا حسن. اصل انا كنت في يوم كده في الغابه. في الغابه؟ اه ولقيت اتوبيس غارز بتاع اطفال. يعني اتوبيس واطفال في الغابه؟ شوف القدر سبحان الله. كنت نازل رافع كده بايدي وانا بنزل بقى كده العضمال دي ودي دي سليمه بقى دي اللي هي بقى اللي الحمد لله الحمد لله. فعلا حاجه مش حلوه خالص. الحمد لله الحمد لله. بس انا مش عارف يعني ده من الاتوبيس ولا دي حاله نفسيه. لا دي مش حاله نفسيه، دي حاله عقليه. يبقى من الاتوبيس. اصل عقل ولا نعم جميله. اه جميله برضو. ما انت برضو ما لازم تبقى تصبح على خير. وانت من اهل بعدين بقى؟ مش انا مش انا على فكره مش انا بقول لك اهو. خش انت مفيش دعوه عشان هتلاقي ممكن مع اي حد يعدي هنا. خالته يا خالته يا خالته. ماماته دول ولا ايه؟ يلا نحضر بقى الفطار وهم يصحوا براحتهم. انا هنا هنا من حلال لا عايزه قهوه ولا كوفي واحلم بعيش امنة. يا خالته يا خالته يا خالته. ايه ايه الدوشه اللي انت عاملاها دي؟ صباح الخير يا خالته. يا باي مش معقول. صباح النور يا اختي، كويس انك جيتي. مالك يا خالته شكلك كده مش عاجبني كده ممصوص. عندي صداع هيموتني. لا لا بقول لك ايه، انا جايبه طبق فول هخليكي ترقعيه كده ومعاه شويه بتنجان مخلل وقرنين فلفل، تبقي قمر هتجري كده في الشقه. انت ايه؟ انا مش فاهمه، انت مفيش في دماغك غير الاكل، مش معقول بجد. ارحمي نفسك، انت بقيتي عامله زي التلاجه بالظبط. قص عليك يا خالته قص عليك. ما كنتش تخيل ان الاهانه تيجي منك انت. وبعدين لعلمك بقى انا بمشي كده اهو في الشارع لق في البنطلون، الرجاله كده يتنطوروا ورايا ويعكسوني. يا حرام عشم ابليس في الجنه. فكره يا خالته انت فاهماني غلط. هو انت فاكره يعني ان الرجاله بيحبوا الست المعرقبه المعصعصه؟ خالص، الراجل من دول بيحب الست اللي عندها فليكسيبيليتي عشان تقدر تكمل وتواصل معاهم المشوار. طب يا فلحه روحي بقى انت حضري الفطار. ولا اقول لك استني استني استني، انا اللي هروح احضر الفطار وانت قومي صحي اكمل، بس ده ابعديه خالص عشان ما يموتش من الريحه. كفايه عليه انت بس والنبي مشويش اهدي. ها لا لا ما تقليش والله، سلامته من القبضه. ده انا ابوسي عصفوره بتصحي. ما تقليش. طب يا روحي يلا حبيبتي. يا اكمل يخرب عليك يا اكمل. ايه ده؟ ايه ده؟ انتي دخلت عين اوضه النوم؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه ده؟ انا انتوا مين؟ احنا بتوع السمك. سمك ايه؟ ايه اللي دخلك اوضتي يا عايزة؟ ما هو لا لا العين يا خالتي ده علي شوف ابنك الفلاتي اللي بعملها معايا. ايه ده؟ مين انتوا؟ مين انتوا؟ قوم يا جزمة قوم يا جزمة. ده حد ايه اللي انت عامله ده؟ على سرير يا كلب. سريرك ايه؟ ما انت كنت معايا بابا. قصدي على سريرك يا كلب. سرير ايه بس يا بابا؟ جايب اتنين من غير ما تقول لي. قوم عملتها قبلك. قوم فوق فوق.
فين امك؟ حضرتك انت اللي قلت لنا تعالى مع السرير. انا ما اعرفكمش. لا حضرتك اللي عزمتنا على السرير. وانا عازمك على سينما مترو؟ في ايه؟ انا ما اعرفكيش اساسا. حضرتك ليه؟ البيت ده ما فيهوش خصوصيه؟ العين يا خالتي، تعالي شوفي ابنك بعد ما خسيت له بيخوني. ايه في ايه؟ بتجعري ليه على الصبح؟ مش فاهمه. يا نهارك اسود انت وهي ومنايل ب 60 نيله. يا نهارك اسود ب 60 نيله. يا نهارك اسود ب 60 نيله. ثلاثه نهارك اسود. ايه ده، احنا واقفين في موقف ولا اوضه نوم؟ موقف عينك انت وهي يا قرنات الادب، يا قرنات الادب، يا قرنات الادب. عاجبك كده يا ماما؟ طب يا مدام بص هنفطر ونمشي على طول. فطرك عزرائيل يا شيخ. قومي يا بنت، قومي يا مدام. قومي يا مدام. قومي يا مدام. لا يا مدام مش زي وشك على السلم. يلا ارى، يلا ارى. ارك بيت محترم يا قرنات الادب. ايه ده؟ ادب. ايه ده؟ طب ادينا فرصه نحكي لك اللي حصل. ما تقوليش اللي حصل. ما تقوليش يا بنت اللي حصل. انا عارف ايه اللي حصل. ده ابني وانا مربيه وعارف يحصل منه ايه. ها يا اسف، ما قلتليش ليه؟ ماكسي يا بابا والله ما لحقنا نعمل حاجه. وكمان اقبل يا عم، والله لا اوريك. سيبوني سيبوني عليها. اختي عليها دوتها. مين اللي دخل شبات؟ اخد مين وتعي انت كمان؟ احنا عاضرين اصلا من الاول ان احنا سمعنا كلامكم. يلا يا ماما. ايوه احنا لازم نمشي، في غلط هنا، احنا بنتهزق. اي سي. يلا 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 يلا. استنى حصل هنا. حد يكلمني بلغ البوليس. يا بابا عصير وسكر بابا الحل. عيب عيب يا جماعه، عيب. ده الجل الجار. تقدري تقولي لي هنعمل ايه دلوقتي؟ هننزل الشارع بالبيجامات كده؟ يا ريتني ما سمعت كلامك من الاول يا ماما، يا ريتني ما سمعت كلامك. دور عليه تلقاه، ياللي عينيك شايفاه وبرضه بتدور. ماما انت معاكي المفتاح؟ اها. وسايبانا نتبهدل طول الليل بالشكل ده ليه؟ أه. عندي خطه في دماغي بتكتك. بتكتكي؟ طب ايه رايك بقى ان انا مش هقعد في العماره دي ولا ثانيه، ولا هقعد في الشقه دي، وهرجع شقتنا القديمه يا ماما. يا بنتي انت ليه طول عمرك كده غبيه؟ يا بنتي امشي ورايا، امشي ورايا تفلحي. في دماغي خطه وهفهمها لك. خطه ايه يا ماما؟ بقى معاكي المفتاح طول الليل وسايبه شويه غجر زي دول يبهدلونا كده ليه؟ إيه ليه يا ماما؟ فين شنطنا؟ شنطتنا وهدومنا كمان. ايه ده؟ يلا. ودي الحصاله. اوه 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 اوه. لو عاتبتوا عندنا تاني هسفلكوا. الله يسامحك يا ماما، انتي السبب في كل اللي بيحصل لنا ده. بتعملي فينا كده ليه بس؟ نفسي افهم. ما انا اصلي كنت، لو كنت قلت لك على الخطه بتاعتي ما كنتش هتوافقي. خطه ايه بس؟ خطه ان احنا نتعرف على الجيران يعني. وفي حد يتعرف على حد بالشكل ده؟ ما اصل كان في دماغي حاجه بخصوص العريس بتاعك يعني. عريس؟ هو بقى خلاص العريس بتاعي؟ اه. ولد كويس قوي، ولد محترم قوي. لو كنت قلت لي ما كنتش هتوافقي. اوافق على ايه بس يا ماما؟ اصل اول ما جيت اشوف الشقه وعينها لفت نظري عربيته، بدلته وساعته وجزمته، وانتي عارفه انا مناخيري دي تجيب ايه الشياكه عن بعد. عجبني قوي الولد، اسمه اكمل حسين فهمي. ابوه عنده مصنع ملابس حريمي، هو عنده مكتب ديكور في اشك حته فيك يا بلد. بيجهزوا فيلتهم بتاعت التجمع الخامس فيلاقيه تشرح القلب، فيها حته جنينه يجري فيها الخيل، وهم قاعدين في الشقه دي بشكل مؤقت، مع ان الشقه دي شقه ما تتسابش. قولي لي ده عريس لقطه ولا مش عريس لقطه؟ انا مش مصدقاكي بجد، مش معقول. هو ايه اللي مش معقول؟ انت عايشه في الحلم الوردي، انت بنت عبيطه مش فاهمه اسلوب الحياه. خدي خبرتي. وانا بقى مش هتجوز حد الا اذا كنت بحبه بقى يا ماما. حب؟ حب ايه يا اما حب؟ جت الخيبه عليكي وعلى حبك. ما انا كنت بحب ابوك يا بنت. عملت ايه؟ استفدت ايه؟ ده احنا ما كناش حتى عارفين نجيب شقه تمليك، ولولا ان انا كنت بشتغل وبساعده كان زمانك حضرتك ما اتعلمتيش، وزمانك بتسرحي في الاشارات بتبيعي مناديل. ماما جاتك مو. انت تعملي اللي انا بقولك عليه وبس، فاهمه ولا مش فاهمه؟ طب هو اول ما اتزنق عمل نفسه مش عارفنا، بقى ده بالذمه راجل يعتمد عليه؟ ده غلبان، ده مسكين يا ولداه، يا حبه عين امه. مشكلته بقى ان هو اول ما بيصحى من النوم بيبقى فاقد الذاكره، مش فاكر حاجه خالص. ماما انت عرفتي كل الكلام ده منين؟ من السمسار. اديت له 200 جنيه وقعدت جنبه على السلم، كلمه منه كلمه مني كلمه منه كلمه مني،
خدت كل السي في بتاع العيلة، ساكنين فين والفيسبوك بتاعهم ايه وايميلاتهم ايه والانستجرام بتاعهم ايه، وامه شايلة كام في البنك وابوه حساباته فين، وكل حاجة عن حتى الاقساط اللي عليهم قال لي عليها. اقولك ارقام تليفوناتهم السرية والعلانية برضو معايا، ومعايا اسم جدته. ما هو انت شغالة في المخابرات؟ يا بيت انا بخطط وبتكتك، اتقالي عشان تاخدي شغل نظيف. هي كلمة واحدة مفيش غيرها. صح، هي كلمة واحدة واحدة ومفيش غيرها. اللي ايه ايه بقى؟ امك هتقولها ايه؟ هتقولها كمان مش عارفها. اخرس، انت هتتجوز منى الاسبوع ده، واوعى تقولي لا. عارف لو قلت لا، لا في عربيه والمكتب ده هيتقفل والفلوس بتاعت ابوك اللي انت متكل عليها انا هخليه يوزعها على الجمعيات الخيريه. لا انا لا اسمح بفلوسي مش عمري يتوزع في الاخر على الجمعيات الخيريه، لا يمكن يا رحمه. ازاي يعني؟ ما لازم هي ينفذ اللي انت بتقول عليه. يعني ايه؟ يعني ايه؟ ما انا مش عايز اتجوز منى، ما بحبهاش، ما بقى انا عايز ابقى فقير وابقى يتيم ومش عايز اتجوز منى. يا حبيبي يا حبيبي اسمع كلام امك، منى دي قمر قمر قمر. قمر منين يا بابا؟ قمر واسمع كلامها. اصل انت مش فاهم، يعني انا مش قادر افهم، يعني منى دي فعلا نعمه من عند ربنا وجيت لك، وانت اللي بترفس النعمه برجلاتك. مين اللي يرفس النعمه؟ منى تترفس؟ لا يا بابا، منى لو رفضتها هغرز، ولو غرست مين هيطلعني؟ انت هتطلعني يا بابا؟ انا هطلعك. ده محمد رشدي قال لها تمشي وحنيه لا يقوم زلزال، يعني الوحيده. انت بتقول اي حاجه يا ماما، والله والله العظيم اي حاجه يا ماما. منى دي مش هينفع مش هينفع. انا دلوقتي لو اتجوزتها وعايز احتويها مثلا، احتويها ازاي دي؟ اعمل لها خطه؟ لازم اسيطر على اركانها دي، لازم اجنزرها عشان اعرف احتويها يا ماما. انا بلعب في وزن وهي في وزن تاني، انا خفيف متوسط هي تقيل متطور، يعني لسه هتتخن وهتتخن وهتتخن على كده. عامل كده اعمل ايه في الواد ده؟ الواد ده ما طلعش زيك ازاي ده يا حبيبي؟ انت ايش فاهمك في الستات؟ انت لسه صغنن، انت لسه ما تفهمش في الستات. الست لازم تبقى مربربه كده وماليه هدومها كده وعامله زي البطوطه وتترنح يمين وتترنح شمال. قمر قمر قمر. ايوه الست لازم تبقى كده بطه بطه مدام ليكه كده. انا بطه يا دونو. انت يا حبيبتي انت فروخه يا اخويا، انت جميله. الست لازم تبقى راسيه على الارض يا ماشي، راسيه كده. والله بتقول اي حاجه يا ماما. نعم ادخل. بس بقى بس بقى بس انا هنا جاي مركزي برضه، انا صاحب الشركه. ادخل. يا سلام. المهندسه الجديده وصلت. ليه بتقولي لي بقى؟ ليه طيب؟ ماشي يا سكرتيريا هالة، روحي جيبيها بسرعة. اتفضلي. بتبص لك كده ايه؟ أنا مش عارف إيه ده، أنا مش عارف إيه ده، أديكي جيتي ولقيتيني بزعق لها بره. قلة الأدب دي، وإيه حكاية المهندسة الجديدة دي بقى إن شاء الله؟ دي مهندسة ماما سيادة الوزير موصيني عليها. سيادة الوزير من إمتى بيبعت لنا مهندسين؟ من النهاردة كلمني وقال لي إحنا في مهندسة جديدة كأنها أنا بالظبط. يا نهارك أسود بستين نيلة، أنت إيه اللي جابك هنا بالتنت؟ هو المكتب بتاعك؟ إحنا هنستقبل؟ أنا لو أعرف ما كنتش خطيت هنا لحظة. جميلة استنى. انت رايح فين يا واد انت؟ خليها تروح في 60 داهية. يا ماما تروح في 60 داهية ايه ده؟ وزير 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 يا جماعة، وزير يا بابا. لا آه 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 وزير وزير جامد جدا. ايه جميلة يا جميلة تعالي هنا، بس رايحة فين؟ اوعى ايدي كده، انت اتجننت في ايه يا جميلة؟ رايحة على فين طيب؟ انا لو اعرف ان المكتب بتاعك من الاول ما كنتش جيت هنا. ما كنتش جيت هنا ازاي بقى؟ ما انت عارفة ان هو المكتب بتاعي. بلاش الكذب ده يا جميلة بقى، بلاش كذب. انا عاوزة اعرف انت بتهببي ايه هنا؟ انت ليك يا عيني يا بنت انت انك تيجي لحد عندي في الشركة؟ ماما لو سمحتي مفيش داعي للتجريح. جميلة تجريح؟ هو انت لسه شفتي حاجة من تجريح يا حبيبتي؟ يا اجمل. طب ايه رأيك بقى ان انا مش ماشية واني جاية اشتغل هنا بأوامر عليا من سعادة الوزير؟ وهشتغل. وانا بقول لك بس ماما، بس ماما بقى يا ماما، يا ماما بس بقى. ها قلت ايه؟ قلنا ايه؟ قلنا هتشتغل هتشتغل هتشتغل. ليه؟ عشان احنا بندور على الكفاءات، والبنت دي كفاءه، دي جايه من غير بنطلون. بص الكفاءه عامله ازاي يا ماما. اخرس يا واد، فاهم البنت دي مش هتشتغل على جثتي لو اشتغلت يا ماما. فهمي يا ماما ما تسرعيش، انت عارفه دي جايه من طرف مين؟ من سعاده الوزير شخصيا. يا سلام، انا هكلم سياده الوزير. يا ليه وخالي ايه هكلم سياده الوزير؟ يا ماما ده اول مره يطلب مني طلب. وبعدين ما تقلقيش،
انا هعرف ازاي اخليها تكره الشغل ده وتجيلي تقول لي ابوس رجلك مشيني من هنا، وانا مش همشيها. ايه؟ وهرجع امشيها. عليا انا الكلام ده حبيبي، لك انا غيرك اشطر. يا ماما في ايه بقى؟ انت ست الوزير ست الوزير. اديني اكلمه. انا مش هتقعد. استنى بقى يا ماما، اضحكي اضحكي قولي ان مفيش حاجه حصلت. ماشي انزل انزل يا ماما. الو سعادتك يا فندم. ازاي سعادتك؟ قول له امي عايزه اكلمك. ثواني لا دي ماما. ماما بتقول لي سعاده الوزير ربنا يديله الصحه ويبارك له. صحه ايه؟ جميله؟ جميله جميله جمال ملهاش مثال بنت اللذينه دي. قول له مش هتقعد. قول له بتقول لك مش هتقعد يعني غير على مكتب احلى من المكتب اللي انا بقولها. لا هي في الحمام دلوقتي. لا بتطول قوي سعاده الوزير، بتطول بقى. جميله بتطول جدا يعني. هات التليفون. طب عايزها؟ عايزها في الحمام؟ ايوه اديهولي. عايزها في الحمام، عايزها في الحمام. ولد. طيب يا ست الوزير. يا ولد. ايوه يا حبيبتي. ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ المكتب اللي انت رحتيه طلع مكتب اكمل؟ ياه، القدر بيلعب لعبته. امك تكتكت وخططت وربنا واقف جنبي عشان تعرفي هو العريس اللي مكتوب لك يا حبيبتي. ما تاخريش عن الغدا. باباكي عامل بانيه وعامل رز، ولا بقى اللفت المخلل هتاكلي صوابعك وراه. عايزه خيار مخلل؟ حاضر يا حبيبتي، هخليه يخللهولك ولغايه ما تيجي يكون استوى. مع السلامه يا حبيبتي، مع السلامه. ياه على الظروف. يا منير اوعى تصحيني غير لما تكون حمرت. صباح الخير يا نسا جميلة. صباح النور. مستر اكمل. هو انا كاين العمر اوعى كده. جميله 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 الحقي. الحقي مش انا امبارح انا وبابا كنا قاعدين بنتكلم في الموضوع بتاعك، وقلت له ان جميله ملهاش دعوه، وجميله وبابا ما عملش حاجه، وجميله دي بنوته جميله كيوته. قال لي خلاص يا اكمل، خلاص يا حبيبي، احنا بكره نروح لمامتها ونعتذر لهم ونجيب لهم حاجه حلوه بمبلغ كبير جدا. قلت له ميرسي يا بابا والحمد لله. لا يا اكمل، هو مفيش داعي. لا في داعي، لان انا وبابا عملنا مجهود كبير جدا امبارح. تيجي تضيعي انت في لحظه، مفيش داعي، خلص الموضوع خلاص. انا بقى اروح لبابي واقول له خلاص يا بابا انا رحت كلمت جميله وقالت لي لا مش عايزين حد يجينا، بلا باباك بلا قرف. ايه ده؟ انا قلت كده؟ اكمل هو انت مش فاهم يعني الفكره، بس ان الست والدتك يعني. ممكن يا جميله تشيلي ماما من دماغي خالص؟ ممكن؟ مش انا ابنها؟ مش لاقي لها تفسير والله، انا خايف ادور الاقي دي مش امي متبنياني مثلا. بص يا اكمل انا مش حاطاها في دماغي، بس انا مش عايزاها تبقى متضايقه، خصوصا ان احنا بقينا جيران، وكمان انا بشتغل معاك هنا. يا جميله ماما هتتضايق هتتضايق والله، صدقيني انا عارفها اكتر منك. ده في اي مناسبه عندنا بنلاقيها مكشره قوي كده. في ايه يا ماما؟ فرحانه فرحانه يا حبيبي كده، بتبقى عامله كده جميله. اكمل انا عايزه اقول لك على حاجه مهمه. لما تيجي نخش المكتب. هو انت على طول كده؟ بس مش هينفع هنا كده، انت جريئه قوي. اكمل انت اوفر قوي على فكره، اديني فرصه اقول لك. ايه يا جميله؟ عايزه ايه؟ الخوف اللي مامتك بتخافه عليك ده خوف مرضي. يعني انا هتعدي؟ مش عارفه هتتعدي ولا لا، بس لازم تتعالج. انا ولا ماما؟ ركز معايا يا اكمل، مامتك هي اللي عيانه مش انت. في ايه يا جميله؟ انت عايزه تكرهيني في امي؟ يا جميله انت كده بتضغطي على نفسيتي، فانا اروح البيت اقعد افكر كتير. ماما خانقاني، ماما عامله لي دوشه، ماما مش عارف ايه، جايه داخل عليها البيت جايه خانقه لحد ما تموت. او ماي جاد، زي ما انتوا زي ما انت على وضعكم كده. ايه ده؟ الله الله، حلو قوي اللي انتوا عاملينه ده. لا يا رشيمه والله ده هي اللي جايه من غير بنطلون. ايه رايك بقى اروح اجيب لكم 2 ليمون خلاط وعصفورتين كده خلي الجو يحلو. هو الجو بيحلو بالحاجات دي؟ دي قديمه قوي. بقول لك ايه؟ احترمي نفسك احسن لك. مش كفايه يا بنت اللي انت عملتيه في البيت جايه ورا لحد الشركه؟ لا انت شكلك كده ما حربتيش من المره اللي فاتت وعايزه تتربي. لا جميله انت استعجلتي. مين اللي استنى انت لو سمحت. نو انا متربيه امي كويس قوي، انت اللي عايزه علقه تخرج من نافوخك. هرشيمه في ايه؟
انت مش محترمه ان في ابن خالتك واقف؟ هو فين؟ فين ايه؟ هيروشيما. هيروشيما ايه؟ هتاكليها زي البنت اللي فاتت؟ دي بالاحمر اللي هي لابساه ده؟ ده انا عاملها معامله الكاتشب. حلوه. تاكل مين يا حبيبي وكاتشب ايه؟ انا هربيك. بس ايه العبط ده؟ ايه العبط ده اللي انا فيه ده يا رب؟ بس يا هيروشيما يا هيروشيما امشي. لا امشي يا خلاص خلاص. بس يا بنتي بس خلاص عيطي. مش عايزه اعيط. خلاص عيط يا عم. وسع كده مستر اكمل. بس في ايه؟ انت بتتفاجئ ليه بيا كل مره يا عم؟ يا عم مستر اكمل. ايوه انا مستر اكمل. اهلا 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 اهلا. جميله جميله جت جميله. ازيك يا جميله؟ عامله ايه؟ يا رمضان. لا مش وقت رمضان. لا يوشاطه ايه بيجي من سنه للسنه بيكلمني كده. ايوه ايوه يا حبيبي. اتفضل يا اكمل. نورت. ده النور منور بصحابه. ايه النور يعني بصحابه اللي نوروه هنا في يعني انا مبسوط يعني. ازيك يا جميله؟ انا متشكر قوي ان انت سمعتيني. انا ما كنتش عارفه انك بتعاني قوي كده. ايه يا جميله؟ ده انا بعاني معاناه مش عارف اعانيها فين. تعرف ان انا فكرت كتير في الكلام اللي انت قلته لي. معنى كده ان انت كنت قاعده تفكري فيا. يعني مش قوي. لا قوي. كنت سرحانة صح؟ جميلة بقى قولي. أتمنى إيه؟ جميلة بصراحة كده يعني من غير مقدمات بتاعة الشباب وأنا حاسس بحاجة لطيفة. جميلة هو ليه في بينا كيمياء الحاجات دي؟ لا جميلة أنا معجب بيكي. كده خبط لازم؟ آه خبط لازم. إحنا ما نعرفش بعض من زمان يا أكتر. لا اعرفك اعرفك كويس. اعرف ان انت بنت ناس وكويسه وجميله يا جميله. وفي شويه حاجات هتتظبط يعني. موضوع انك بتنسي البنطلون على طول ده يعني انا افكرك بيه. بص يا اكمل انا بصراحه ما بحبش الحاجات تجي بسرعه كده. لازم كل حاجه تاخد وقتها. يعني استنى سنتين عشان افتحك في الموضوع؟ لا مش الفكره بس يعني لازم ناخد نعرف بعض كويس كده يعني. وبعدين انت مش واخد بالك ان مامتك مستحيل توافق بعد اللي حصل؟ يا ستي سيبك من مامتي بقى دلوقتي. المهم انت توافقي الاول بعد كده نشوف لنا صرفه في ماما. بصراحه كده انا في شويه حاجات لازم اتاكد منها. زي ايه؟ يعني اخلاقك. لا انا متاكد من اخلاقك. تاريخك. مشرف جدا لاي بنت تتمنيه. مش يمكن يكون عندك علاقات؟ علاقات؟ علاقات ايه بس يا جميله؟ ده انا طول عمري عايش لوحدي. عمري ما حسيت ان حد حبني. عمري ما حد حسسني ان انا اكمل عشان اكمل نفسه. انما انا اكمل عشان هما عايزين اكمل فيه. حتى في الجامعه. في الجامعه الجميله. كان كل صحابي يظبطوا بنات. واجي اظبط انا يقولوا لي خلصت البنات يا اكمل. يعني ما عملوش حسابي من الاول يا جميله. معلش ايه بس جميل. انا بتعذب على فكره. شايل حاجات مش عارف اقولها لحد. كانوا بيخرجوا في الجامعه يعني هم ظبطوا خلاص. يخرجوا بقى ايه؟ يخرجوا يا جميله. يخرجوا ما تاخدونيش معاهم. طب ما اروح معاهم. مش عايز بنات اروح. دي روح حتت حلوه قوي جميله. اقسمني لوحدي. ايه في ايه؟ نخزينه. في نخزينه. يا جميلة افتكر الجامعة الناس اتجاهت ايدك نانا دي. كل ما افتكر الجامعة الناس تجيلي على طول. مش عارف اعمل ايه. اعمل ايه يعني؟ يا جميلة مفيش حد معايا فعلا. انا يتيم. يتيم ازاي؟ الاخ والاخت يتيم. ما عنديش اخوان. وبابا يقعد يزعقلي وماما تقعد تزعقلي وهما الاتنين المفروض يخلفولي. يعني لو ركزوا في هما خلفولي حاجة صغيرة كده اقعد العب بيها واتكلم معاها. سوري ان انا بكيت. سوري سوري. بس خلاص متخيطش. سيبيني سيبيني. دي دموع متأجلة. والله دي دموع متأجلة جميلة. معلش. سوري يا جميل. سوري سوري. ما بفضفضش لحد. سوري يا حياتي. ما ينفعش بوشه ايه دلوقتي. انا قاعد في وسط ناس هيسمعوني وانا ببوسك. ايوه بعدين
هخلص الاجتماع وهجي لك على طول. بوسع. حاضر هفوزك. طب اقفلي دلوقتي بسرعه عشان في موضوع كده. ايه يا استاذ؟ انت عايز تعمل ايه؟ ارجوك شيل السلاح من ايدك، احنا كلنا جايين نعتذر لك لو سمحت. حاضر حاضر. بلاش تهور من فضلك، بلاش ارجوك. لا لا ارجوك بلاش. مش عارف اقول لك ايه. ولا تقول اي حاجه، قول سامحتكم وناخد بعضنا كده بالشله كلها ونخرج وعفى الله عما سلف. انا عاوز ابقى صايع، اصل انا سمعتك وانت بتتكلم في التليفون فعرفت ان انت مقطع السمكه وديلها. ايه ده؟ يا انا شفت دمي. ده انا مش مقطع السمكه وديلها بس، ده انا مقطع الحوت كله كده وجايب كرشه من جوه. شوف انا عايز ابقى راجل دون جوان كده، عاوز ابقى صايع وعرف ستات كتير قوي. والله طيب ومراتك؟ خنقه كتم على نفسي. اخص على كده. انا من ايدك دي لايدك دي. ايوه بس الصياعه دي صعبه قوي. مش معنى انك انت شفتني بظبط واحده في التليفون وبكلمها كلمتين كده طياري وبوسه كده بثبتها بيها تبقى دي صياعه. الصياعه مجالها واسع اوسع من كده بكتير. خلاص علمني. بس انت علشان اعلمك لازم تسمع كلامي بالحرف الواحد. ما انا قلت لك انا من ايدك دي لايدك دي. طيب سؤال كده بسيط. اتفضل. انت عارف الستات قبل كده؟ خالص. خساره خساره على الرجاله، خساره. انا عشان كده بتقطع من جوايا. بطل بقى الصعبانيات دي والشعبانيات اللي بتقولها. انا بتقطع. بطل بقى بطل. ما عمرك في حياتك عكست واحده كده؟ بس وحياه النبي ما تجيب سيره لاي حد. لا لا انا ما عرفتش حد خالص، بس انا دلوقتي بتفرج على مسلسلات اسباني تركي هندي مكسيكي. ويا ساده سودة، والنبي ما تجيب سيره لحد. لا مش هقول. ودلوقتي دخلت على الكوري. كوري؟ ولاد الحرام هم اللي دلون عليه. المهم الريموت بتاع التلفزيون مخبيه. مخبيه عند اخويا بالليل. جابوه لك كل يوم؟ كويس قوي. ده انت تعبان قوي. ده انت صعبت عليا قوي. ده انا فعلا اللي بتقطع من جوايا. عموما احنا جيران، وانا حاسس ان انا وانت هنبقى قريبين من بعض قوي. ايوه بس نزل ايدك بفضلك. نزل ايدك، انت حالتك صعب. بص بقى، انت عشان تتعلم الصياعه تيجي لي الشركه، شركه اكمل ابني، عشان اعلمك وادي لك كورس مكثف. طب ما اجي لك الشقه احسن. لا تيجي لي الشركه، الشركه هناك النت والشبكه عاليه هناك. لان النت احنا هنشتغل بيه جامد جدا. الصياعه دي محتاجه كل المجالات. ماشي. طب بقول لك ايه بقى؟ الشغل الشغل والسن عاوز ايه؟ لا شغل ايه؟ انا موظف. لا انت مخك تعبان جدا، انت عايز لك غساله فول اوتوماتيك عشان تنضفها. بقول لك الشغل، الصنف، المزه، نوعها ايه اللي عايز تتكلم فيها وتظبط معاها. اي حاجه، انا ما بدقش يعني. خلاص ما تقلقش، انا هخليك صاروخ هتعدي. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ هعمل عصاير. لا لا عصاير ايه؟ عايز نسكافيه. زود لي اللبن. سكرك ايه؟ نص معلقه سكر. انا بجيب السكر بره. بقول لك غبي، انا قلت لك نص معلقه سكر بره لازمته ايه؟ حاضر، نص معلقه سكر يا استاذي. ايوه كده بسرعه. حاضر بسرعه. حاضر. ده انت هتشوف ايام معايا. يلا. صفية صايع. ايوه. سرحان في ايه يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل؟ فاكمل اكمل. اي سي، وبقيتي بتحبيه. بس لازم الاول خلصوا من عقده. عقده؟ عقد ايه؟ ده الواد زي الفل، ما عندوش اي عقد. ايوه يا ماما، بس عقدة امه دي عامله له عقد كتير قوي بصراحه كده. الواد صعبان عليا،
انا نفسي كده يبقى متدردح، عارف هو عايز يعمل ايه، وشركته شركته دي لازم تبقى اكبر شركه في مصر. برافو عليكي، اخيرا فتحتي مخك. امشي ورا كلامي تفلحي. بصي بقى، خدي الوصايا السبع. اول هام عايزك انتي تشتري كرافتات وبدل وجزم وشرباته، عايزك تسنجفيه تنوريه تخليه بقى مختلف، عايزك تروحي المكتب تبقي انتي السكرتيره الخاصه بتاعته وتاخدي كل مواعيده، عايزه المكتب ده يكبر يكبر يكبر، وكل ما يسال نفسه انا بكبر ليه يلف شماله يلاقي جميله، يلف يمينه يلاقي جميله. عارفه يا ماما، انا حاسه كده ان انتي عندك حق. يا بنتي انا طول عمري عندي حق، بس انتي مش ورا كلامي، ما تعنديش معايا، قولي حاضر يا ماما. حاضر يا ماما. تحت امرك يا ماما. تحت امرك يا ماما. اللي تشوفيه يا ماما. اللي تشوفيه يا ماما. سمعا وطاعة يا ماما. سمعا وطاعة يا ماما. هتفلحي يا جميلة. يا الصيف يا ايه في حاجة؟ صباح الخير. صباح النور يا جميلة. حلوة قوي ده البدلة عند البنات؟ بدلة؟ دريس. دريس ايه اكمل؟ التونيك. تونيك؟ انت بتجيب الكلام ده منين؟ انتوا اللي بتجيبوا اللبس ده منين برضه يا جميلة؟ فاكرة القميص اللي كان لوحده؟ فاكرة؟ انا شفته. طب بقول لك ايه؟ ما تسيبك يعني من لبس البنات وتيجي نروح نفطر. لا يا جميلة، مش فطار الصبح، مش عارف، ماليش نفس باين. اصلي بصراحه سمعت ان في مطعم حلو قوي قريب من هنا، ما تيجي نروح نفطر ونيجي نكمل يومنا. وعرفتي منين يا هنا ان طعمه حلو؟ اكلتي مع مين غير يا جميله؟ ايه اكمل، ما عرفته من على الانترنت. والانترنت تعرفك اذا كان حلو ولا لا؟ كله كنا كاذبات، انت بتكذبي يا جميله زي اي بنت. معقول الاوفر اللي انت فيه ده يا اكمل؟ بجد كل ده عشان قلت لك نفطر؟ اه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هاتوا فيه؟ انا عايز اعرف بقى، انتوا جايين تشتغلوا ولا جايين تتصرمحوا؟ لا دي صرمحه شغل يا ماما. عشان كده بقى انا فكرت وقررت، بما ان انا خريجه فنون جميله وبقالي كتير قوي ما مارستش المهنه دي، وعملت المكتب ده عشان حبيبي ابني حياه قلبي، فانا قررت ان اجي اساعدك في المكتب. هنا؟ في المكتب يا حياتي. ما هنا يعني تقعدي هنا؟ ايوه. ليه؟ علشان ادي خبرتي للمحتاجين خبره. قصدي عليك انت جميل. لا وكمان عشان اعدل الحال المايل. دي قصدي عليا انا بقى. تعالي يا بنتي، انت قلت لي اسمك ايه؟ جميله. ها مش باين. تعالي يا حبيبتي. تعالي وراي، انا ما بحبش استنى كتير. يلا الجميله. بس كانت حلوه قوي، مش متوقعه منها. عجبك كده؟ عندنا بفطرنا ولا اتغدينا؟ امك دي شكلها هتطلع عين امي. يا ريت هتطلع عين امك بس، يعني تبقى عديت على خير. لا مفاجاه تحفه يا ماما. ليه؟ جاية هنا ليه يا ماما؟ جاية هنا ليه؟ طب البيت وبيتنا، هعيش معاك. البيت عادي يا ماما. جاية هنا ليه يا ماما؟ جاية هنا ليه يا ماما؟ طب هعمل ايه يعني؟ باي باي. باي، ما خلاص ما قلناها، ما احنا عارفينها. اقفل انت بقى. ده انت فريد قوي يا فريد، دي تاسع مرة تقولها دي. ماشي. ماشي يا سيدي. باي. باي. الهاي دي طلعت من المخلوق ده؟ أنا منى اخس عليك. منى اخس عليك، وأنا أكمل سيبيني في حالي والنبي. شت، أنت ما عرفتنيش. هاي وشت، مش مناسبة ليك الكلام ده خالص يا منى، أنت عملتي في نفسك كده ليه؟ أنا قلت أبين المعجزات الكونية اللي خفيها الترهلات اللي عمرك ما كنت هتشوفها لما نتجوز. ولا عمري هشوفها ولا عمري هنتجوز، والنبي لو حجيتي وطفتي وقعدتي تدعي كده إن في كنوز تطلع منك، ولا هيطلع مني غير حاجات مدفونة معفنة مكمكمة. ما تحترمي نفسك يا منى، إيه اللي أنت بتعمليه في نفسك ده؟ طب أنت ما شفتش حلقتي مع دكتور مصطفى محمود؟ بتاعت الدب القطبي. أكمل، ما شفتش لما اتكلم عن إن المرأة المليانة أكثر تدفقاً؟ ما اتكلمش عن الراجل الرفيع أكثر خنقة بسرعة؟ ما قالش الكلام ده؟
يا منى انت بتعملي في نفسك كده ليه طيب؟ عشان بحبك. بتحبيني ولا بتنفذي كلام ماما كذابه؟ اكمل انت ليه ما بتحبنيش؟ هو انا وحشه قوي كده؟ انا ما اقدرش اقول انك وحشه يا منى، لكن ما اقدرش اقول انك حلوه. انا ما اقدرش اتكلم في الموضوع ده لان لو خدوا رايي هقول الصراحه. الصراحه يا منى انك واقفه في منطقه مش محدده، مش مفهومه، ده يابس ولا صحراء، كلاب بتهوهو مع شجر، مع حته مهجوره، مع حاله مقرفه يا منى. انت بنت خالتي وبس، بنت خالتي وبس، فما ينفعش ما ينفعش لبعض. اكمل هو طب الروش ده ما اثرش فيك؟ كان اثر في البق يا منى. اكمل بقولك ايه؟ ايه؟ المكتب فاضي والشيطان راضي وقريدي موجود. ده معناه ايه بالنسبة لنا؟ يعني رحم هرموناتي. رحم ايه؟ هرموناتي. ايه عايزة يا منى؟ مالك بتتكلمي في ايه يا منى؟ اكمل 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 بص والله ما تحس بحاجة. ما حسش بحاجة ايه يا منى؟ ما حسش بحاجة. ركز بس منى والله شكل انا مش هعمل حاجة غلط عني يا منى. اكمل منى اكمل منى. انتي تعرفي اكمل اه ولا لا؟ اه اعرفه كويس قوي كمان. انك الكذاب. في ايه بس مالك؟ بفهمني انه مش بتاع بنات ولا ايه مستقيم؟ طب ما هو فعلا كده. لا يا شيخ، وانتي ان شاء الله علاقتك بيه ايه؟ بتاخديه لمولاتي بيع سمح؟ انتي مش فاهمه، بابا من سنه معرفني عليه عشان اقلع حلاحه بس. ايه؟ زي ما بقولك كده لحد دلوقتي بيتكسف يقعد جنبي. ومن سنه لحد دلوقتي ولسه ما تلحلحش؟ هيكون الواد ده في حاجه غلط. لا لا ما تقلقيش، هو بس كل الحكاية ان هو مش عايز يرتبط بواحدة الا لما يكون بيحبها. بجد؟ بجد. انت هتكلم علي حلاوة يا بنت انتي؟ يعني ايه يعني ابوه عرفه عليكي علشان تلحلحيه؟ ده كلام يدخل العقل. اصل انتي مش فاهمة، اصل هو والده مصمم انه يتجوزوا البنت اللي على مزاجه مش اللي على مزاج مامته، وطبعا ده مش هيحصل طول ما مامته مسيطرة عليه. فهمتي؟ ممكن برضو. عندك حق. بتفكري في ايه؟ احكي عن اكمل. انتي تعرفيه بقالك سنة، يعني أكيد تعرفي عنه حاجات كتير. أنا ما أعرفش عنه أي حاجة. تخيلي المكان الوحيد اللي إحنا بقالنا سنة بنخرج فيه، فين؟ فين؟ جنينة الحيوانات. الله يسامحك يا جميلة، الله يسامحك، أثروا عليكي؟ أثروا عليكي خلوكي تقولي الأجمل. نسيب بعض؟ يعني إيه؟ يعني أقعد مع بعضك مش أقعد مع بعضي؟ خلاص يا اكمل بقى ما تعيطش، مش كل شويه تعيط يا اكمل. انتوا اللي بتعيطوني يا جميله. طب ايه رايك بقى يا جميله ان احنا مش هنخضع لكل اللي بيقوله لنا ده، لان احنا هنعيش بمزاجنا. وبعدين انا عايش بالطريقه اللي انا عايزها يا جميله. انا عامل زي روايه الاسكندر الاكبر بالظبط. فاكره الاسكندر الاكبر لما كان في المملكه ودخل عليه بطليموس الاول؟ فاكرة؟ فاكرة بطليموس كان الشر اللي في عينيه وراح قال له اسكندر اقف لهنا يا اكبر. راح الاسكندر عمل ايه؟ بحكمة بحكمة عمل ايه؟ قال انا ومن بعدي الطوفان. خلاص يا جميل انا عامل زي الاسكندر وانا ومن بعدي الطوفان. الاسكندر الاكبر قال انا ومن بعدي الطوفان؟ اه في المملكة؟ في الرواية، في الرواية، في المملكة الله اعلم. احنا كنا معاه في المملكة يعني يا جميلة. مش القصد يا جميلة، مش القصد، القصد ان انا عايز يبقى عندي قراري، قراري يا جميلة. انا دلوقتي بقيت كبير وليا شخصية يا جميلة. تعالي ننسى اي حاجة. انا عارف ان ده ضغط علينا احنا الاتنين. ما تيجي نخرج. بلغي البوليس، بلغي البوليس. ازاي يعني نهبل؟ ده مؤقت. امي خطر، امي خطر. انت بقى ثواني يا بابا تابع عشان نفتح الباب، مش عارفين نفتحه دلوقتي. يا حسين اعمل حاجه. هات الخبز على البيت. عمال اجيب مطاط وتيجي تفلح الباب. زق زق. اه الحته دي اوعى تفتح الباب. يا اخي بعدين بقى. ايه ده؟ في حضنه يا قلبي الادب. لا يا بابا الادب. ايه الاوفر ده؟ زقه خليك تجي هنا وتقعد حضنها. سيبني عليه بقى. عايز تثبت. دي انا لازم النهارده افتح على فوقها. اهدي بس يا ماما. يا بابا
انا اللي هيعمل حاجه في جميله انا ممكن افجر جميله وافجر نفسي. يا ابني تفجر ايه يا جماعه؟ صلوا على النبي، هو الشيطان ده كلبنا ولا ايه؟ صلاه والسلام. بس بصي هقتلك هقتلك. طب رايك بقى ان انا مش هتجوز غير اكمل وهتجوزها. انا مش هبص هقتلها. شايفه امك بتعمل ايه؟ عشان بعد كده لما اقول لك نبقى نروح نعيش بره وما ينفعش نعيش مع الست دي تبقى تسمع كلامي. يا نهارك اسود منيل ب60 نيله، انت عايزه تاخدي ابني من حضني يا بنت الادب يا مسلوعه؟ عايزه تاخدي ابني يا خرابي، ده عايزه تاخد الولد من حضني يا حسين. يا حسين يا حسين احنا كده اتفضحنا في المطاعم، اتفضحنا في الشوارع، اتفضحنا واحنا ماشيين، قنوات الفضائيه بتصورنا على الهوا. فاضل خالد صلاح يجي يصورنا ويعمل لنا برنامج ولا ايه؟ يعني انا غلطانه؟ هي هي مش غلطانه، هي مش غلطانه، لا هي غلطانه، انا اللي غلطان، انا اللي غلطان علشان لما شفتها بترقص انا احمريت وزرقيت وكنت عايز اجيب دماغها نصين. شفت بقى يعني مش غلطانه؟ شفت كانت بترقص معاه زي يا حسين، كانت عبطاه كده بنت الايدي ومسكاه كده شويه هتدخله جوه عينها. ايه ده؟ انا ارقص بالطريقه المقرفه دي؟ بلدي قوي الرقصه دي يا حسين. اولا انا كنت مع جميله بصيت لها في عينيها، بعد كده بصيت لي في عينيها، بعد كده قلت لها ايه؟ تسمحي لي بالرقصه دي يا جميله؟ سمحت يا بابا، سمحت ليا، اعمل ايه يعني؟ رحت جاي رايح مقدم لها واخد ايديها دي حطيتها على الكتف ده، واخدت ايديها دي وحطيتها على الكتف ده، وايديا الاثنين بقوا حرين، ممكن يروحوا في اي حته، راحوا في الوسط هنا، قعدنا بقى مندمجين وبنرقص مع بعض. حلو يا ريت كده اهو، كده اهو، كده دول كانوا حرين، قلتوا معانا دلوقتي. لا يا حبيبي. اعمل كده اهو. كده. جميلة يا جميلة، عايزة تغزيها؟ يا حبيبي بوسيني بوسيني فجأة. طبعا يا رحمة، أنا عايزك تهدي يا حبيبتي وتروقي خالص وما يبقاش فيك. أهدى أهدى أنت، تعالى هنا يا ليلي أدم، تعالى تعالى يا بنتي يا سهونة، أنا عايزة أعرف أنت كنت بتودودي له في وداني بتقولي له إيه؟ كنت بقوله إن أنا بحبه وإن أنا مش قادرة أعيش من غيره وإن أنا عايزة أتجوزه أتجوزه أتجوزه. بصي بقى بصي أنا مش هسيبك النهارده، مش هسيب مش هسيبها مش هسيبها. أنت ما عندكش شعر عشان أشده؟ عايزة أشد شعر، هاتولي شعر عشان أشده. هو أنا اللي رقصت معاها؟ هو اللي رقص مش أنا. يا ماما يا ماما لو سمحت يا ماما، أنا مش هتنزل عن جميلة، أنا عايزها عايزها. انت اتجنيت يا واد؟ يا ماما انت اتجنيت؟ يا ماما برضه نفس الحته برضه في الضرب. ليه يا ماما؟ على فكره بقى انا لو ما اتجوزتش جميله هتجوزها برضه. خلاص مش عايز كلام، انا فهمت دلوقتي في حكايه كده هنعملها مع بعض ويا رب ان شاء الله هتنجح. جميله يا بنتي. نعم. انت عاوزه الواد اكمل؟ عايزاه. حلوه قوي قوي دي واحده يا رحمه. وانت عاوز جميله؟ محتاجه افكر. تفكر ايه؟ انت داخل جمعيه؟ لا عاوزها ولا لا؟ يا لا ماما واقفه مالكش دعوه. ولا لا مسيطر انت يعني؟ عايز جميله قوي كمان. بس يبقى ان شاء الله احنا نختبر بعض، نفتح الشقتين على بعض او نفكر نعمل نفق يعني، ممكن نخش من تحت بعض. فالمفروض ان احنا في الفتره دي هنذاكر بعض كويس ونفهم بعض كويس، من خلال الفتره دي هيبان اذا كانوا هم عاوزين بعض او مش عاوزين. برافو يا حسين يا جامد قوي. اخرس يا كبير العيله. اخرس. شفتي بابي لما بيتكلم؟ بقولك اخرس. انا موافقه انا موافقه انا مش موافقه، انا ما اقعدش مع الجرابيع دول. خلاص يا ماما خلاص بابا بابا خلاص، نخلي ماما تمشي بقى واحنا هنحكي لك يا ماما. لا رحمه لازم تكون شاهد على الموقف. ناخد وقت قد ايه يعني؟ ممكن يكفيكوا شهر. شهر ايه؟ اتجننت في مخك؟ على الاقل 10 سنين. 10 سنين ايه؟ احنا بنربع جول. 10 سنين ايه؟ ما ينفعش الكلام ده، ده لازم اقل من كده بكتير عشان بسرعه. طب عشان خاطركم؟ عشان خاطرك عشان خاطرك انت. ايوه 5 سنين. ايه انت بتقللي العقوبه يا بابا؟ دي قضيه التعاضي بتاخد 6 شهور بس. انت في اسم امبابه واقف بتتكلم ولا ايه؟ ما كلها حاجه. طيب افهم اللي بقول لك عليه. خلاص نخليهم 3 شهور وباذن الله هيبان اذا كانوا عاوزين بعض او مش عاوزين بعض. لا مستحيل ما نعصب بعض. يعني 4 اسابيع كده ونخلص الموضوع. 4 اسابيع. ايه ده؟ ايه ده؟ لا 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 بتفاجئيني، عندنا ضيوف وما تقوليش. استاذ حسين اهلا وسهلا. اهلا بيك. يا لو اعرف انك جاي كنت عملت كب كيك. كب كيك ربنا يخليك. كب كيك. اهلا مدام رحمه. اهلا. لو كنت عارف انك جايه كنت عملت شاي من غير سكر. اهلا اهلا. فين منير يا حبيبتي عشان نحتفل؟ منير
عملتي الشغل اللي عليكي؟ شغل ايه حضرتك؟ انا محدش قال ان انا عندي شغل. والله يعني انت شاطره بس انك تمسكي المرايه وتقعدي تلخبطي في وشك بالروج وتحطي ايدك على خدك وبعد كده لما حد يقولك عملتي حاجه تقول له هو انا جالي حاجه اعملها. طب حضرتك عايزاني اعمل ايه وانا اعمله؟ يا حبيبتي خفي نفسك شويه كده، يعني حللي القرش اللي بتاخديه على الاقل. على فكره بقى انا محدش قال لي ان انا عندي شغل وما عملتوش. سلام يا اختي، نظفي المكتب، روقيه، يعني فري في الورق القديم وتعالي قولي لي انا مش فاهمه وانا فاهمهولك. مبدئيا المكتب ليه ساعي مسؤول عن تنظيفه. تاني حاجه بقى، انا هالف الورق القديم ليه؟ ثالثا انا لو عندي شغل مش هبقى محتاجه لحد يجي يقول لي انت عندك شغل. فيدي بقى عندك حق. على فكره يا جميله، اللبس اللي انت لابساه ده يا حبيبتي ما يناسبش الشركه هنا. اللبس ده تلبسيه في النادي، تلبسيه في ديسكوتات، لكن هنا لازم تمشي بالقوانين، مفهوم؟ ماله لبسي؟ على فكره لبسي شيك جدا وحلو جدا، وبعدين ده ستايلي وانا بحبه. والله طب يلا يلا شوفي شغلك. استغفر الله العظيم يا رب، بدأنا بقى من اولها. اطمني خالص، المكان متأمن. المركب دي مأمنة السواحل. برافو عليك يا بابا، الحمد لله. أنا كده اطمنت خالص، مفيش أي أجهزة تصنت. اسمعوني ماما، ركزي معايا. ما أنا بدور على البنود اللي أنتِ قلتي لي عليها في علم التجسس مش لاقياها. طب اسمعيني، إحنا لازم نتوغل داخل العيلة دي. فعلا لازم نتوغل وننتشر ونخش جوه. طيب، إيه الخطة؟ استنى يا بابا، أنا هقول لك. اتفضلي. أنا اتأكدت إن الناس دي عايزين يطفشونا ويتخلصوا مننا. ياما قلت لكم ان هم عايزين يتخلصوا مننا وانتم ما سمعتونيش ولا انتبهتولي. الحل بقى اننا نطفشهم، نطهقهم، نزهقهم من العماره كلها. يا ماما ركزي معايا. ما انا بحاول اللي انت بتقوليه اكتبه عشان ما انساهوش. افهمي الاول وبعدين اكتبي. برافو عليك يا ماما. ماشي. اسمعي من زميلك وتعلمي منه. ماشي. طب ايه الخطه؟ هنقطع عليهم الغاز. فكره كويسه، نقطع الغاز. هنقف لهم على باب الشقه علشان لما الزبال يجي ما يدخلش ياخد من عندهم زباله. صح، عشان نسيبهم بزبالتهم لغايه ما يعفنوا ويدودوا. صح يا ماما. حاجه تانية مهمه قوي. اي طلبات جايه من السوبر ماركت؟ ماله السوبر ماركت؟ لازم تعدي علينا احنا الاول يا بابا. اي حاجه جايه من السوبر ماركت لازم تعدي علينا. ماله السوبر ماركت؟ هندوق؟ اكيد لا يا بابا، مش ممكن. يعني ممكن يكونوا بيمرروا ممنوعات من خلال الحاجات دي. فعلا ممكن الكياس جايه من السوبر ماركت يبقى فيها ممنوعات. مثلا كيس السكر ممكن يكون فيه بودره، وكيس الرز ممكن يكون فيه بانجو. بانجو ازاي يا ماما مكان الرز؟ صح، ازاي الرز يكون فيه بانجو؟ البانجو عباره عن نبات والرز عباره عن حبوب. ماشي، نركز بقى يا ماما. انت مهمتك تصاحبي رحمه. انا مش عايز اصاحب الست دي، دي غلسه وحاطه مناخيرها في العالي وهشه. معلش يا ماما، ده هيسهل علينا الخطه جدا وخلينا نوصل لكل المعلومات اللي احنا عايزينها. اوكي اكتبي. حاضر رحمه، اتصاحب عليها. وانت يا بابا؟ ايوه اعمل ايه؟ عم حسين ده بقى مسؤوليتك، تركز معاه، تراقبه خطوه بخطوه. اما بقى اكمل ده فهو لعبتي انا. مع ضعيف الشخصية، أنا إزاي كنت هتجوز الكائن ده؟ والله مودي كمان مفكرة نفسها أقوى مني. لازم تعرف إنها فاشلة، هي ولا ابنها. في إيه مالك يا جميلة؟ مفيش حاجة. شفت اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ مدام رحمة أصدرت قرار مفيش مرتبات الشهر ده عشان المكتب في حالة متعثرة، واللي مش عاجبه القرار يتفضل يمشي. وهي فين؟ هي مشيت. لا ده قرار تعسفي، هي مفكره ان انا هسكت؟ انا اروح اشتكيها في مكتب العمل والديها في 60 داهيه. اطلبها لي اطلبها لي. حاضر. هاتي. ايوه رحمه، ايوه رحمه، انا جميله. بقول لك ايه؟ اوعي تكوني مفكره نفسك ممكن تكسريني او تقدري عليا. نعم؟ انت بتقولي ايه؟ قالت لك الست القويه المفتريه دي؟ قالت لي تقدري تعتبري ان ده اختبار ليكي. انا لازم اعرف مرات ابني المستقبليه هتتحمل الظروف ولا لا. ما تعرفش مين هي جميله. هلا.
افندم، انا عايزه كل العمال اللي في الشركه هنا يعرفوا ان الست دي عايزه تستولى على الشركه وتتحكم فيها. لازم نقف قدامها بكل قوه. انا معاكي يا جمال. اكمل، انا خلاص مش عايزه اتجوزك. جميلة، أنا خلاص كرهت الجواز، بقيت معقد منه. أنا لما بسمع سيرة الجواز كأني سامع العتبة جزاز والسلم نيلو في نيلو. لما الأستاذ فؤاد المهندس بقى يعمل كده لما كان عامل فرافيره، عارفة؟ وعايز يكسر أي حاجة حواليه. أنت خليتيني معقد من الجواز، مش عايزة أتجوز يا جميلة. أنت بتخدعني يا أكمل. إيه ده؟ إيه مرتبط بواحدة في فيلم عربي قديم؟ أنت بتخدعني يا أكمل؟ صدقني يا أكمل، دي خير إيه اللي إيه دي أسمهان؟ في إيه يا جميلة؟ عايزة ترتاحي صدقيني. وايه بقى اللي يخليني اصدقك ان شاء الله؟ مصداقيتي يا جميله، مشاعري الجياشه، احساسي المرهف، كل اللي انا بقوله لك يا جميله لازم تصدقيه. اقول لك عايزه تفصلي ما بيننا؟ هاتيلي جهاز كشف الكذب وحطيه ببقي. انا مستحيل اصدقك تاني بعد كده. انا مش طايقه نفسي، انا زعلانه من نفسي قوي. انت كئيبه يا جميله، كئيبه. انت بتستمتعي بالكئابه، بحس ان انت بتمارسي هوايتك الفنيه. كئابه، كئيبه قوي. انا النهارده كئيبه قوي يا جماعه. انت لو اتبسطتي انا بقلق عليك يا جميله. اخص، الوانة اللي كنت فاكرة غير كل الرجالة اللي عرفتهم. انا اللي اخص ولا انت اللي اخص؟ ايه بتاعت الرجالة يا سفلة يا واطية وبتعترفي كده؟ جميلة انت واحدة ليكي ماضي، يعني انا عمري ما هأمن على المضارع بتاعي معاكي. انا عمري ما عايش معاكي مستقبل اسود. اسود ماضي ومضارع وحسة نحو. هزاري هزاري يا اختي هزاري، ما انت فاضية قوي للهزار يا تافهة. على فكرة انا قصدي اصحابي وزملائي. أصحابي وزملائي وهنا ومحلك سر. ما تشتغلنيش يا جميلة، ما تشتغلنيش جميلة. أنا هقول لك كلمة واحدة بس أرد بيها على كل الكلام ده، تفهميها أنت بقى عشان ليها معاني كتير. ليكي معايا وخدي مني وسيبك من أبوكي، أبوكي إيدك منه والأرض. مش فاهم حاجة يا ماما. يعني النصايح اللي تقولها لك أمك تمشي وراها. امشي ورايا أنا اللي هنفعك، محدش هينفعك غيري. حاضر يا ماما ماشي. قولي. أول هام شرط أساسي يكتب لك الشقة باسمك. ماشي. تاني هام وشرط أساسي تاخدي في إيدك مصروف إيدك، مش مصروف إيد البيت، 20,000 جنيه في الشهر. بسيطة. يكتب لك 1,000,000 جنيه مؤخر. يكتب، هو فقير؟ شرط أساسي في حالة نزوله، في حالة طلوعه، في حالة خروجه، في حالة حتى نزل يشتري علبة جبنة بيضة، رجلك على رجله. أساسي يا ماما أساسي. شرط أساسي الفيسبوك والتويتر بتاعه وأي حسابات لي على الإنترنت أو في السوشيال ميديا يبقى أنت معاك الباسورد بتاعها. دي مش محتاجة شروط، دي مفروض تحصل أصلاً. شرط أساسي. لو بص كده أو بص كده يبقى ليك الحق إنك تبصبصي عينيه بصابعينك كده. اعتبري اعمى يا ماما. شرط اساسي. والشرط ده لا رجوع فيه. ايه بقى؟ في حاله انه يخونك او يفكر حتى انه يخونك لازم تدبي سكينه في رقبته. اعتبري مات يا ماما. برافو عليكي. اما مالها؟ اوعي تسمحي لها انها تتحكم فيك وتسيطر عليكي. بعنيها. تقول لك شمال انا يمين، تقول لك فوق انا تحت، تقول لك تحت انا فوق. برافو عليكي. تقول لك لا، اقول لها اه. ابوه ماله؟ هيحاول دايما يتودد ليك ويبقى صديقك ويبقى لطيف معاكي ويطبطب عليكي ويقول لك يا بنتي انت زي بنتي، ده انت اغلى من بنتي. كل ده ليه؟ عشان يفتح السكه لابنه ان ابنه يعمل اللي هو عايزه. ولا بيأثر فيا الكلام ده خالص، ما تقلقيش. برافو عليكي. العفش بتاع الشقه بقى يا حبيبتي لما تيجي تشتريه انت تنزلي تختاريه مش هي امه. هو انت هتقعدي عليه ولا هي؟ انا طبعا يا ماما. هو انت اللي هتقعدي في الشقه ولا هي؟ انا طبعا يا ماما. تقول لك كاني، تقول لك ماني، هقولها عند الحلواني. تقول لك اطبخي نظفي امسحي. مش قادره. تقول لك سكري خليلي قوري. ما بعرفش. برافو عليكي. انت كده ما تخافش عليكي ابدا. ماما هو تفتكري الجوازة ممكن يعني تنجح بالطريقة دي؟ والله لو بيحبك هيبذل كل ما في وسعه لينجح الجوازة. طيب افرضي يعني امه قفشت. ها يتصرف. طب ليه احط في موقف وحش زي ده؟ اختبار يا حبيبتي، الحياة اختبار والاختبار مكتوب علينا. هو لو هينجح في الاختبار هينجح، لو مش هينجح في الاختبار هيبقى ضدنا. ضدنا؟ هي حرب. ايوه انها الحرب، الحرب التالتة على الابواب. تدق سمع الطبول بتاعت الحرب. خدي لك ساتر. اسمعني واسمعني كويس قوي. حاضر يا ماما. تقول لك فستان فرح، تقول لك شبكه، اقول لها لا لا.
لا فستان الفرح ايه يا ماما؟ فستان الفرح معروف ان هو على العريس. لا ازاي يا ماما؟ يعني انت مثلا فستان فرحك مين اللي جابه؟ جالي هديه يا حبيبي. الشبكه وفستان الفرح على العروسه. الشبكه على العروسه؟ ايوه. لا جديده قوي دي يا ماما. ازاي يعني الشبكه هتلبسها لنفسها؟ ازاي يعني يا ماما؟ لا مش على ذوقها. على ذوقها يعني الكوليه والبوديه والكلوميه كله عليه؟ كله. يعني يا مودي المفروض بيجيبوا دبلة بس بتجيبها على ذوقها يبقى تدفع فلوسها. ماشي يا ماما يبقى الفرح على العريس. انت عبيط يا ولا بتستهبل على شكلك كده. فرح ايه اللي على العريس؟ الفرح بالنص، وهي لو شارياك وبتحبك هتضحي بكل شيء وهتقول لك انا كل ليك يا حبيبي بدون فرح بدون شبكه بدون اي حاجه، دي لو بتحبك وهتسامحك. انتي تعملي كده؟ انتي لو اتحطيتي مكانها هتعملي كده يا ماما؟ انا عملت كده. عملتي كده؟ ماشي يا ماما. حاضر يا ماما. حاضر يا مامتي. هنفذ كل كلامك يا مامتي يا حبيبتي. يلا سلام عليكم. رافع اتهد وقعد لسه ما خلصتش كلامي. قلت ادب. ازاي يا ماما؟ انتي اخر جمله قلتيها على ان خلاص يعني خش جوه. لازم تفهم كويس قوي انها هتقعد معانا هنا في الشقه. يا ماما شقه ايه اللي تقعد؟ انا اتجوز واجيب مراتي قاعده هنا. طب افرض عايزين نقول كلمه سر هتسمعوها؟ انت عبيط يا واد، انت اتجننت. انت هتخبي عليا كلمه واحده من اللي بتحصل معاك انتوا الاثنين؟ يا ماما هحكي لك بس اكون في بيت تاني. طيب لا مش هيحصل. ماشي. وقشايه قشايه مش هتتغير من البيت ده. قشايه سامعني؟ يعني يا ماما اوضه النوم؟ اوضه النوم؟ انت هتلاقي زي اوضه النوم دي. اوضه النوم دي تاريخيه. يعني انت عايزاني اعيش في اوضه نوم تاريخيه؟ ايوه يا ماما. ده انا عايش في الاوضه دي من وانا صغير، يعني علاقتي بيها طفوله. يعني مش هعرف اتجوز، هشوف الأوضة مع مراتي مش هحس إن أنا عايز أعمل حاجة. عنك ما اتجوزت. ومصاريف البيت النص بالنص، وأنا كلمتي هي اللي تمشي في البيت ده، سامع؟ ها؟ يعني مفيش خروج غير بإذني، مفيش دخول غير بإذني، مفيش نوم غير بإذني، مفيش صحيان غير بإذني، حتى دخول الحمام بإذني، أكلكوا وشربكوا وفسحكوا كلها بإذني. أنا صاحبة البيت هنا وأنا الكلمة الوحيدة اللي هنا. يا ماما الحاجات دي كلها يا ماما حرام، والله حرام. أقول لك على حاجة يا ماما، أنا كرهت البيت ده. إيه؟ بتقول ايه يا لا ما مش ما بتقول ايه يا ماما؟ ما قلتش. لا سامحاني تاني. لا انا اكرهت يعني اللي هو كنت هكره البيت ده. سامحاني اقوى. لا يا ماما كنت هكرهه لكن لا اكره البيت اللي اتربيت فيه. قول انا اسف يا انا ماما. اسف يا مامي. انا متاسف يا ماما. انا متأزلت لساني. انا عيل يا ماما. انا كرهتك يا ماما. ايه وكرهتي يا ماما؟ انت بتضغطي عليا بتلخبط. كرهت العلاقه دي ماما. اقعدي اقعدي حبيبتي اقعدي حبيبتي. متحبسنيش. حاضر يا ماما. يلا بقى ممكن سلام عليكم؟ ممكن سلام عليكم انا؟ سلام عليكم. روح ورينا هتعمل ايه. استنى. ايه يا ماما؟ استنى لا لسه. والله العظيم ما قادر اسمع حاجه تاني. خلاص خلاص بقيت تعبان نفسي جنيت. خلاص انتوا وصلتوا للي انتوا عايزينه معايا. خلاص بلا بقول له. انا بقيت بلا بقول له ولا فوق يا ماما. قلت لك فوق. انا قلت لك فوق يا ماما. مش عايز ضرب بالقلم. اسمع هبظظ عليك. هتسمع كلامي ولا لا؟ هسمع كلامي. حاضر يا ماما. حاضر يا ماما. خلاص ادام يبقى خلاص سيبيني. سلام عليكم. روح يلا. ماشي يا ماما. هتعمل ايه؟ ماشي مع اذنك يا ماما. مع اذن حضرتك. لما اقصى ولا 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 التربيه الحقيره دي اللي اتأدب. انا بقى هوريك يا بنت يا جميله. اكمل. انا حاولت كل المحاولات بس الواضح ان مفيش فايده. ما انكرش ان انا في مشاعر جوايا ناحيتك بس الحب مش كل حاجه. كل الظروف تقول لا يا اكمل. لا يا جميله، عمر الظروف ما قالت لا. الاثنين بيحبوا بعض بجد. المشكله بتبقى عند الاثنين اللي بيحبوا بعض. بيحبوا بعض بقى بجد ولا انا اللي فاهم غلط؟ قلت لك يا جميله 100 مره قلت لك لازم نواجه ونواجه اي مشكله. اي حب بيواجه مشاكل. الاثنين اللي بيحبوا بعض لو وقفوا قدام المشاكل دي هتتحل طبعا. جميلة خليني اعترف لك بحاجة بصراحة شايلها في قلبي ومش عارف اقولها لك ازاي. أنا بصراحة أول ما شفتك كده قلت إيه البنت العادية قوي دي؟ فعلاً قلت إيه البنت العادية قوي دي؟ إيه ده؟ أنا ممكن البنت دي تبقى واحدة من صحباتي اللي أنا عارفها. بصراحة أصل أنا يعني عندي قايمة صحاب كده. قلت لازم أبين لها في الأول إن أنا معرفش حد وإن أنا ماليش علاقات. بصراحة كده
ما كنتش اعرف الحجم ده في صاحباتي الصراحه، فقلت ايه المانع يعني احطك في القايمه ده في الاول بس. يا جميل يعني طول الفتره دي وانت بتضحك عليا يا اكمل؟ لا يا جميله، انا مع الوقت حبيتك، حسيت ان انا في احاسيس معينه كده عمري ما كنت بحس بيها. ده انا بسهر يا جميله، بسهر وافكر. انا عمري في حياتي ما سهرت وفكرت. انا فعلا فرحت جدا لما قعدت اسهر وافكر وحسيت ان انا بقرب لك اكتر واكتر. اه يا كذاب يا خاين، بقى طول الفتره دي وانت بتشتغلني؟ اشتغلك ايه يا جميله، ده انا بقول لك على الحاجات اللي المفروض تفرحك، بعترف لك اعتراف اللحظات اللي بيقعدوا فيها الراجل والست بتاعته او واحد وخطيبته بيقولوا لبعض. انا هقول لك على حاجه بصراحه، انا كنت زعلانه منك عشان كذا، اعترافات عاديه. فعلا كلكم صنف واحد، كلكم نسخه واحده ومتكرره. كلنا؟ قصدك ايه كلنا دي؟ واحنا اللي صنف واحد وانتوا ايه بقى، اصناف يا جميله؟ ما انتوا كلكم نفس الغباء والتفاهه، كلكم كؤبه يا جميله. لا يا شيخ، كلكم بتقولوا نفس الكلام، ما تعرفش ان انتوا اصلا اصل الكآبه. تفضلوا تكبتوا في الست وتنكدوا عليها لما تخليها تنفجر، وفي الاخر تقولوا الست دي كئيبه، دي نكديه، صح؟ اه يا جميله، ما انا صغير وانا شايف ان الستات دول كلهم شبه بعض، تحس ان هم عملوا اجتماع مع بعض قبل ما ينزلوا الارض، اتفقوا على ردود افعال معينه، الراجل هيقول لنا كده هنقول له كده، لا مش دعوه، بص انا مش عارفه يعني النهارده ولا بكره، اصل شايف ايه؟ اصل ايه؟ ايه القرف ده؟ لغايه ما خنقتونا. والله كلكم بتقولوا نفس الكلام، ما تعرفوش ان انتوا اصلا اصل الكآبه، رايحه فين؟ جايه منين؟ بتكلمي ده ليه؟ ما تكلميش ده، ما تكلميش دي اصلا مش كويسه، على فكره نفس الكلام. انتوا اللي نفس الكلام يا جميله، خنقتونا، بقول لك ايه؟ انت نازل فين؟ البوفان اللي انت حاطه ده عامل ايه؟ بتكلم مين على الواتساب؟ بتكلم مين على الشافعي؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف ده لحد ما خنقتونا يا جميله؟ عايزين تثبتوا ايه؟ تثبتوا ان انتوا ستات يعني؟ ستات قوي، بس عمركم ما هتعملوا راسكم براسنا يا جميله. على فكره يا اكمل، انت مريض نفسي، لازم بقى تبقى تروح تتعالج. انتوا اللي كلكم مرضى نفسيين، عايزين تثبتوا ايه بقى؟ كآبتونا تدكوا القرف، كلكم لازم تتعالجوا، انتوا اللي لازم تتعالجوا يا جميله. انتوا اللي فاكرين ان الرجوله بالشحط وبنطر وتحكمات، الرجوله مش كده خالص على فكره. هتعلميني الرجوله يا جميله ولا انا راجل غصب عنك وعم شدد لك؟ بتشيلك عليا يا اكمل عشان انا كمان اقدر امد ايدي عليك. احترمي نفسك يا جميله، والله العظيم هزقك هنا. ماشي يا جميله، ماشي يا جميله، بقول لك ايه بقى؟ من الاخر كده انت مفصوله من الشركه. احسن يعني تفصلي من الجنه، وبعدين بقى يا حبيبي روح هات الفلوس اللي عليك. فلوس ايه يا اختي؟ بأمارة ايه؟ عملتي ايه في الشركه من ساعه ما اشتغلتي فيها؟ هو انا لقيت حاجه اعملها وما عملتهاش؟ اديك قلت اهو، وبعدين احنا يعني ما اشتغلناش من ساعه ما جيتي، ما اشتغلناش عشان وش الفقر يا بومة يا بوز الفقر، انتوا كده تخشوا المكان تقفلوه، ده انا كنت بكسب مليون جنيه كل يوم. ايه انت بتكسب مليون جنيه في اليوم؟ أوه. على اساس ايه ان شاء الله؟ انت اصلا فاشل. مين اللي فاشل يا بنت الفاشل؟ امشي يا بنت اطلع بره. امشي يا بنت امشي. انا مش فاشل. والله حاسس ما فاشل. انا بس عندي شركة مش عارف اعمل فيها ايه، مش عارف اعمل فيها ايه. قلت لها بلاش شركة ديكور. انا مش شاطر قوي في الديكور يا ماما، مش شاطر قوي في الديكور. والله قلت لها انا مش شاطر في الديكور.